للحديث حول هذا الموضوع معنا السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بعد التحية. طبعا اليوم استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة هو اهتمام بالإنسان البحريني ومساعدته في مواجهة التحديات والعودة ليكون عضوا صالحا بالمجتمع. ماذا يعني تطبيق القانون على مزيد من النزلاء من منظور قانوني وأيضا اجتماعي؟ طبعا في البداية لابد أن احنا نشير بأن تطبيق قانون العقوبات البديلة وجاء أساسا بتوجيه ملكي من قبل صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه لاهتمام بالأسرة البحرينية وتماسك المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان. فجلالته في منوجه إلى إتاحة المجال لتطبيق الأفعال لأحكام هذا القانون في خطابه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الخامس، ووجه الجهات المعنية إلى ضرورة التعاون في تطبيق هذا القانون. هاي طبعا القانون يعتبر نقلة نوعية في العدالة الجنائية في البحرين وإضافة جديدة إلى سجل حقوق الإنسان في البحرين، وحقوق طبعا وملفنا حافل بالإنجازات في هذا المجال، والبحرين تعتبر من أول الدول العربية في تطبيق هذا النوع من العقوبات وعلى عدد كبير من المستفيدين من هذا طبعا القانون. هذا القانون يعني ما في خشية من تطبيقه، في جاء متوازن ما بين تمتع المحبوس بالحرية في ضمن طبعا ضوابط وفي المقابل يحمي حقوق المتضرر من الجريمة، يعني ما في هناك إهدار لحقوق المتضررين من الجريمة. القانون في نصوصه نص على حماية هذا الحق. طبعا مثل ما تفضلتوا أن الهدف من العقوبة أساسا هو الإصلاح والتأهيل. هذا القانون يعتبر فرصة جديدة ونافذة جديدة للمحبوسين أو يعني من انحرف سواء يعني بالفعل الإجرامي، فرصة إنه للإصلاح. وبالمقام الأول أنا أعتقد بأن هذا القانون هو حماية إلى كيان الأسرة، لأن إحنا ندرك بأن الأسرة هي المتضرر الأول من الفعل الإجرامي اللي يرتكبه المعيل أو صاحب الأسرة، وغالبا ما يؤدي ذلك الأمر أو هذا السلوك إلى التفكك الأسري وحصول مشاكل أسرية كبيرة في الأسرة، وأيضا طبعا له أثار يعني سلبية كثيرة في المجتمع. هذا القانون لا أتى بهاي الطريقة ولد أثار اجتماعية واقتصادية وأسرية وأمنية. بالناحية الأمنية لابد نركز بأن إحنا لما كل ما أنا قللنا من يعني من اختلاط السجين بالأشخاص ذو السلوك الإجرامي يعني الخطير، وخصوصا إذا كان المتهم ذو سلوك إجرامي قليل، هذا راح يؤدي إلى سهولة إصلاحه ويستفيد من هذه العقوبات البديلة. وأيضا يعني ممكن احنا ايضا احنا نستفيد من السجين في اللي يؤدي العقوبات البديله في خدمه المجتمع اذا كان عنده اشياء تخصصيه، وخصوصا اذا كانت العقوبه هي خدمه المجتمع. وطبعا حسب تصريح النائب العام بان المستفيدين من العقوبات البديله حاليا راح يستفيد 60 محكوم، وفي السابق استفاد طبعا عدد كبير من المساجين سواء عن طريق العفو الملكي الشامل او من العقوب أو بتطبيق العقوبات البديلة. وهذا العدد الكبير اللي استفاد منه طبعا بطبيعة الحال استفادت منه الكثير من الأسر، خصوصا الأسر البحرينية، وأعتقد أنه هو يعني أدى إلى استقرار ولم الأسر وأدى إلى أثار إيجابية في الأسرة. ونبي نركز بعد يعني أشير إلى نقطة مهمة، إلى أن هاي العفو الملكي اللي استفاد منه المساجين طبعا ما شمل فقط المواطنين البحرينيين، أيضا الأجانب. هاي يدل بأن البحرين لديها نظرة إنسانية شاملة لحقوق الإنسان، فلم تفرق ما بين بحريني وما بين أجنبي. وإحنا طبعا في هاي المقام إحنا لابد أن إحنا بعد نشكر الجهات المعنية اللي قامت بتطبيق هذا القانون بكل حرفية ومتابعة، وايضا لابد ان هي يعني في طور ايضا تقييم هذا التجربه عشان استفاده اعداد كبيره من تطبيق هذا القانون، منها طبعا النيابه العامه والقضاء وزاره الداخليه والجهات الاخرى. هي كلهم يستحقون الشكر على هذا يعني الجهود المبذوله في الحرص على تطبيق القانون بالطريقه السليمه. نعم السيده جميله سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.